ينضم إلينا في الحوار هذه المرة دكتور الحسين عبد البصير، مدير متحف مكتبة الإسكندرية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور، حينما نطرح احتفالية اليوم فهي مختلفة على الرغم من التشابهات والتوقعات أيضا من قبل منتظري هذه الاحتفالية في الطابع الفرعوني بكل ألقه وجماله، ولكن هناك اختلاف ما بين طبيعة الاحتفالية الخاصة بموكب المومياوات عن احتفالية اليوم بشكل كبير. كيف ترى هذا الاختلاف في الطبيعة ما بين احتفالية موكب المومياوات واحتفال اليوم في طريق الكباش؟ هو طبعا الأقصر هي مدينة السياحة ومدينة الآثار الأولى في العالم. طبعا الاحتفال النهاردة يكون مختلف لأن حضرتك بتنتقلي إلى الموقع نفسه، إلى الطبيعة نفسها، إلى أصل التاريخ وأصل الحضارة في مدينة الأقصر التاريخية، وأيضا الحلم اللي كنا بنحلم بيه كلنا أن هو تحويل الأقصر إلى متحف مفتوح. وطريق كباش ده طريق اشتغلنا عليه من فترة زمنية طويلة، أعتقد من 2005، وكان معنا الدكتور سمير فرج عندما كان رئيس المجلس الأعلى للأقصر ثم محافظا للأقصر، ومرت يعني الآثار في هذه الفترة بصعوبات بالغة لكي يتم يعني نقدر نقول استعادة هذا الطريق الذي كان طريق المواكب في مصر القديمة من كل التعديات اللي كانت موجودة عليه، وتم طبعا تعويض الأهالي والجميع بشكل مرض للغاية، فتحول هذا الحلم إلى حقيقة. ويشرف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وشرفنا بالحضور هذا اليوم وكل ضيوف مصر في هذه الاحتفالية العالمية التي تعيد الأقصر رونقها وجمالها وألقها باعتبار الأقصر مدينة السياحة الأولى في العالم، أيضا في بداية موسم شتوي جديد مبشر بفضل الله بعد عدد كبير من الأحداث اللي مرت بها مصر، وخصوصا أحداث جائحة كورونا التي يعني نقدر نقول عطلت يعني قدوم السياحة إلى مصر، فيعتقد عودة جميلة ومبكرة وعظيمة وقوية للسياحة المصرية والآثار، واهتمام الدولة على رأس الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف الآثار ده في حد ذاته يعني أعتقد اهتمام غير مسبوق، ويعد يعني شيء يحسب لسيادته على كل المجالات العظيمة التي يضيف فيها إلى مصر في هذه الفترة الحالية من حكم سيادته. دكتور حسين، احتفال الأبط عند قدماء المصريين كان احتفالا مختلفا، احتفال يقدس الحياة ويحتفي بها بشكل مختلف. كيف ترى هذا الاحتفال اليوم في ضوء إعادة طرحه في هذه الاحتفالية؟ طبعا الاحتفال الأبط ده كان من أهم الأعياد عندنا في مصر القديمة، هم المصريين القدماء كان بيسموه حب نفرن أبط بمعنى العيد الجميل الخاص بالأبط، وكان الاحتفال ده بيتضمن اللقاء السنوي والزواج المقدس بين الإله أمون رع وزوجته الإله موت، وكان بيتم نقل تمثال الإله أمون رع من قدس الأقداس في معبده وفي معابد الكرنك في الشمال ووضعه في زورق مقدس، وده اللي هنشوفه النهارده. يعني هيتم استخدام النيل والزوارق المقدسة، هتبقى حاجة عظيمة جدا وتظهر العالم كله إن شاء الله تعالى. وكانت تحمل هذه الزوارق المقدسة الخاصة بالرب اللي هو الإله أمون رع اللي هو الزوج وزوجته الرب موت والابن الإله خنسو على أكتاف الكهنة، وكانت الرحلة دي بتبدأ بالزوارق المقدسة وسط مجموعة من العازفين والموسيقيين وأيضا مجموعة من الجنود على العربات الحربية متجهين إلى الجنوب إلى معبد الأقصر على ترانيم تمجد الإله أمون رع، ودي النهاردة هنسمع هذه الأنشودة إن شاء الله تعالى، وأعتقد هيعملها المايسترو العظيم نادر عباسي، وهنشوف يعني موسيقى تعيد أمجاد مصر القديمة والمزيكا في مصر القديمة بشكل جميل. وهذه الأنشودة كانت تعلي من شأن الاله اللي هو الاله امون رع، وتدعوه ايضا لاسباغ فضله وحمايته ورعايه بتاعته على ملك البلاد، وكان يبحر ايضا القارب الملك الخاص بالملك مع قوارب الالهه المقدسه، وكانت الطقوس تتم في غرفه اسمها غرفه الملك الالهي، ويتم فيها اعاده تتويج الملك وتاكيد شرعيته وحكمه للبلاد. وفي نهايه هذه الاحتفالات يا فندم كان في معبد الاقصر بتعود المراكب المقدسه مره ثانيه الى معابد الكرنك في الشمال، وطبعا في الاحتفالات المتاخره في تاريخ مصر القديمه كان بيتم نقل هذه التماثيل من والى الكرنك والاقصر عن طريق قوارب في نهر النيل وليس عن طريق البري اللي هو طريق المواكب الملكيه اللي احنا بنعرفه خطا بطريق الكباش، وان شاء الله تكون احتفاليه عظيمه جدا جدا تليق بمصر العظيمه والمكانه بتاعتها الكبيره جدا عند الجميع، والعالم كله بيتطلع لهذا اليوم، وان شاء الله تعالى لن تقل ابهارا عن احتفالية نقل المومياوات الملكية التي شرفها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا بالحضور، في ظل طبعا احنا بنحتفل في 4 نوفمبر اللي فات ده بالعيد القومي لمدينة الأقصر، وهو ده
الذكرى السنويه لاكتشاف مقبره توت عنخ امون. نعم. وفي ظل الاهتمام الكبير بالدوله من الدوله المصريه بميناء الاقصر العالميه وعادتها للسياحه بشكل كبير، سواء رئيس الدوله الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الحكومه الدكتور مصطفى مدبولي، ففي اهتمام كبير جدا بهذا الملف، او الدكتور خالد العناني وزير السياحه والاثار، او الدكتور مصطفى وزير امين عام الاثار. فبصراحه في اهتمام كبير، وفي ظل احياء الذكرى 99 لاكتشاف مقبره توت عنخ امون الفرعون الذهبي، وان شاء الله العام القادم بنحتفل بمرور 100 سنه على اكتشاف مقبره توت عنخ امون. نعم. في 4 نوفمبر، والاحتفال الاعظم اللي احنا كلنا بنتطلع اليه هو افتتاح المتحف المصري الكبير، الا وهو الهديه بتاعه مصر العظيمه للانسانيه جماعه ان شاء الله تعالى باذن الله. دكتور حسين عبد البصير مدير متحف مكتبه الاسكندريه، شكرا لك على المداخله وما ابديته من وجهه نظر.